اسمي حسن البصري، الشهيد حسان عبدالله. نعمل كوبايات، نعمل صوالي، نعمل نواري، وعمر جرار، وتنهات، كل اللي يخطر على بالي بنعمله. ما شاء الله. لا يا باشا، كل شيء بنعمله. بس انا بشكل منه تزوج وعنده ولد وبنت، كنت في كليه التربيه الثالثه ومحبوب في ثالثه ثانوي. اشتغلت السيره ديت بقالي دلوقتي 35 سنه من تعليم الحاج حسان، والحمد لله ربنا رزقنا منها وبنشتغل فيها. المكان دي جت جمعيه تبع الرئاسه، شافوا الشغل ده على التليفون وعلى النت، فبعتوا ناس عندنا من الهيئه من المنصوره وهم خدونا هنا السنه اللي فاتت، ولما لقوا العمل ماشي يعني شجعوني. احنا جالنا ناس في البلد شباب اللي هو بالظبط، فصورنا، فلما صورنا طبعا دعمنا، فالشغله كانت هتموت وانتهت. والمعرض بالنسبه لنا دي طوق نجاه لشغلتنا دي. الداعم النفسي الأول لتقدم حالتهم للشفاء.